عند الشندويل شغال. ايوه يعني قدامه قد ايه؟ يا جماعه طالما شغال سيبوه براحته. هنتخنق كده يا حيوان انت. ما تقلقش يا سامي بيه، والله العظيم ربنا هيفرجها. ما تشوف لنا مهندس تاني بدل الفاشل. ايه اي بابي بابي ايوه بابا ايوه قول له احنا موجودين هنا. ايوه قول له صبحني عليه. قول له احنا يا حكايه دي كويس. صبحني عليه. ايوه صبحني عليه. بص على سمسير هنا بعيد كتير. ايوه صبحني عليه. بابي معلوم ثانيه. صبحني عليه. بص مفيش حاجه. طب ما تكلم مامي يمكن تلقط. ايه ده؟ هي دي لوحة الكهرباء؟ ايوه هي. مش دي اللي انت قلت انك عاوز تشوفها؟ الله، دي كام في كام؟ كام في كام؟ انت ليه محسسني انت اول مرة تشوف اسانسير وحاجة اسانسير؟ لاحظ ان كلامك جارح. انت بتكلم مهندس شندويلي خبرة فوق العادة. وانا قلتها قبل كده؟ انت عندك غيرها؟ ايه الزحمة دي؟ طيب تعالوا نتفق، لو انتوا جايين تتفرجوا انا هعمل ايه في الشغل ما عنديش مانع، بس بهدوء، هدوء تام من غير نفس. انا بتوتر جدا، لو سمعت نفس امشي ابوس ايدك. ما حدش هيفتح بقه. شوف شغلك يا باشمهندس الله يرضى عليك. اتفضل. ايوه هندسه، بس يا ريت يعني تطمنا. هشتغل كمان قد ايه؟ هو ايه الاسانسير؟ شفتوا ازاي؟ شفتوا؟ انا كنت بختبركم. شفتوا الدوشه؟ انا ماشي يا عم بقى. خلص. شوفوا يا جماعه، انا عندي حل باذن الله وبعون الله، ممكن اشغل بيه الاسانسير من غير ما استنى كارت الفازة. يا راجل. طب ويا ترى ايه الحل ده؟ مين ده؟ انت يا زفتي عارف عملت ايه مع عندي المهندس بتاعك؟ يخرب بيتك يا جماعه، في ناس تعبانه هنا. انتوا يا بهايم شغلوا الزفت ده. مين الحيوان اللي بيشتم ده؟ ده سامي بيه. بيه 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 بيه. احنا اسفين يا سامي بيه، ده احنا بنصلح الاسانسير حالا وهيشتغل يا فندم. طب انجز يا حيوان. ده واخد عليك قوي. ما يقصدنيش انا، يقصدك انت. ده خد عليا بسرعه قوي. حاضر يا فندم، علينا الاثنين حاضر. انتوا سامعيني؟ ايوه سامعينك. ايه الاخبار؟ ازاي سامعينك وواحد بس اللي بيرد؟ انا عايز اتاكد ان كلكم سامعيني. يا عم كلنا سامعينك. كلنا سامعينك. ايوه سامعينك. احنا سامعين. ايوه انا من سامعك يا اخي. اقعد ساكت بقى. كابتن مهندس شندويلي من كابينه الاسانسير بطمنكم الف حمد لله على السلامه. انا هشتغل. يلا درجه حراره الجو خارج الاسانسير انجز بقى. حرام عليك يا رب انجز. 16 درجه مئويه. اوف. اول ما هدوس الزرار اللي عندي هدوس انتوا على زرار الارضي، بس تاكدوا من ربط الاحزمه. اوكي ماشي ماشي. يلا ارضي. طيب سؤال بقى قبل ما ادوس الزرار، مبسوطين انكم هتخرجوا من الاسانسير؟ يا عمي يا عمي. يلا احنا بنتعب. 4 3 2 1. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.